بسم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل جميل حياك الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل يا شيخ جلال استمع جلال ما شاء الله ما شاء الله ألم يجعل كيدهم Mm-hmm.